مشاهدينا مرحبا بكم معنا في صالون لالا بلوس على موقع لالا بلوس. اليوم غنكون سعيد باستضافه ثلاثه الخواتات ثلاثه البنات باش نهضروا في واحد الموضوع عنده علاقه هذه المره ما يعرف بالتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عموما، ثقافه جديده في المجتمع المغربي او اللي كيلتحقوا بمواقع التواصل الاجتماعي ما يعرف ثقافه السبان والمعيون. مشاهدينا ولينا غير كنسبوا كنعايروا، مابقاش عندنا ثقافه الاختلاف، مابقيناش كنتقبلوا بعضياتنا، ولات الطيبوبه ديالنا كمغاربه غير اشاعه، كلشي كيتسناك غير في الدوره، كنبارطاجيو غير اللي هو سلبي وننساو اللي ما هو ايجابي، وكان حتى شي حاجه ما بقات ايجابيه في الحياه ديالنا، مش مابقيناش كنتحملوا بعضياتنا. السؤال كيبقى مطروح، غندير فيه طبعا مع مجموعه من الخواتات كيف ما قلنا، مجموعه من الشابات خواتاتي هما معايا، معنا اميمه ومعنا وفاء ومعنا هدى، مرحبا بكم. كلشي مبقى لاباس الحمد لله، كلشي مزيان. نهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، غنتوما علاقتكم بعدك مواقع التواصل الاجتماعي؟ الوغ هشام جو بونس كو كلشي دابا عنده علاقه كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي، كلشي ايكونيكتي طول لا جورني. انا بعدا كندو على راسي بدوافع العمل والمتعه والتواصل، كان زعما كنضل نهار كامل وانا كونيكتي، حيت دي فوا حيت فضول بغيت نعرف شنو كاين، ودي فوا حيت الخدمه ديالي كلها كدور في فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. وانا متفقه معك بلي ولات واحد السلبيه كبيره بزاف كتنتشر على السوشيال ميديا، واللي ولاو بزاف ديال الناس ضحيه ديالها. دي فوا الناس ما كيعرفوش، كي بوستيو اون فوتو عاديه بالنسبه لهم هما عاديه، واللي غالبا كيتسناو ان ردود الفعل عليها تكون ايجابيه وهذا، ولكن كيتفاجئوا بناس دي فوا كيكونوا دي فو كونت كيبداو يهاجموهم ولا كيعايروهم بدون سبب، وهذا الشيء ولا منتشر بزاف. وكنظن ان الفئه اللي كتعاني من هذا لو جونغ ديال ولا قدرنا نسموه التنمر هما الفنانين والمشاهير، الناس اللي معروفين بزاف. نعم بالتاكيد غنهضروا على قضيه الفنانين، وشحال فنانه ربما ولا فنان باقي في البدايات ديالو، ربما ما ينتظره من الناس هو انه تشجيع، حتى لو ما عجبتكش على الاقل ما كتعلقش عليا، ما تعلقش يعني يلاه بديت وندخلوا بانك تسبني وتعايرني وتدخل لي في شي حوايج اخرى. هذا واحد الموضوع اكيد غادي يكون في الحديث ديالنا وحنا في صالون لالا بليس. وفاء تينا علاقتك بالتواصل او مواقع التواصل الاجتماعي عموما بشكل يومي مره؟ لا، بحكم العمل وبحكم ضروره التواصل اليومي فطبيعة الحال كنستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي 24 ساعة على 24، خصوصا فيسبوك. نعم. حيت فيسبوك هو اللي كيتستعمل بزاف من طرف المغاربة، والظاهرة اللي كنلاحظ. نعم، السبان والمعيور، علاش كنتسبوا ونتعايروا؟ السبان والمعيور زعما بعض المرات بدون سبب، تيكون منشور ماشي بالضروري صورة، كيكون غير منشور عادي واحد كيعبر فيه على الفكره ديالو ولا شي حاجه، فكنبداو حنايا ناتاكيوه ونوصلوا معاه شي حوايج اللي ما عندهم حتى معنى وما عندهم حتى دافع. فشنو السبب؟ ما عرفتش، بزاف الاسباب، ولكن زعما السبب الرئيسي ما عرفتوش، يمكن الثقافه ديال الكراهيه، يمكن حنا كنحاولوا نثبتوا ذاتنا من خلال الاخر، من ننتقدوه. ممكن هدى؟ بالنسبه لي هشام يلا لاحظت انه بيناتنا حنا الثلاثه بين واحد النقطه مشتركه ديال انه بدافع العمل ضروري غادي تكون كونيكتي توجور، واخا حنا ابار يعني كاين اللي الخدمه ديالهم بعيد على السوشيال ميديا، ولكن كتلقاه ديما في السوشيال ميديا. دونك ولات في حياتنا اليوميه، ما يمكنش انك تفيق في الصباح قبل ما كتقول صباح الخير لوالديك كتشد التليفون ديالك باش تشوف شنو كاين، تدخل فيسبوك تشوف شنو فوالا، وسيرتو فيسبوك في جميع الاخبار في جميع. دونك بالنسبه لهذه الظاهره اللي ولات في السوشيال ميديا اللي هو كيف ما قالت اميمه ديال التنمر، فهذه من شحال هذه كاينه، وسيرتو هذا الوقت ولات اكثر غدا وكتزاد. غير التنمر شرحوا، ربما انا ومجموعه من الناس ما كيعرفوش مفهوم التنمر. التنمر الاساءه، السخريه، التقليل من شانك، يعني كنقلل من الشان ديالك باش نكون انا واعر، هذا ما يعرفوا، سبب كوارث كبيره مجموعه من الناس. ادت غير مؤخرا نموذج ممثله باكستانيه كان سبب التنمر على انه مثلا فكره انتحار، يعني تعرضت لواحد الاساءه كبيره جدا.
وكاينين مراهقين، كاينين مراهقين في لي زيتازوني اللي قاموا بالانتحار، اللي انتحروا فعلا بسبب التنمر. يعني هذا التنمر هذا يعني واحد الظاهره اللي هي خطيره، وحنا مشكله حنا ما عارفينش حتى الاسباب ديالها، ولا وما عارفينش حتى ما فاهمينش المفهوم ديالها. نعم، التسميه ديال التنمر حنا ما فاهميناش وكنديروها يوميا. يعني باش ندخل انا مثلا شي تصويره ديال شي صاحبتي ولا اي وحده عندي في الكونت، ونبدا نقول لها مثلا لا هاد البوز راه ما جاتكش زوينه، ولا زعما شو كيفاش دايره، شو هذا، هاد الكلمات هذه يعني يمكنك دير مثلا جيم وتمشي. علاش ضروري خاصك تنتقد؟ نعم صحيح، هاد الانتقاد هذا علاش؟ يعني حتى شي واحد ما كيحد منه، حتى شي واحد بالعكس كتلقى انه انفو واحد خاصك كومونتير واحد يبدا خايب كلشي غيتبعو خايب. صحيح، غالبا كيجاوبوك الناس بانه لا انا يا صريح، زعما صريح معاك نقول لك رايي. هنا صراحه ولا وقاحه ملي كيدخل واحد معاك في ما هو الشخصي في التعليق على امر معين، صوره معينه عاديه جدا ممكن تبارطاجيها مع اهلك وحبابك، يشوفوا اصدقاء ديالك كما يشوفوها ممكن العائله ديالك، ربما يكونوا بعادين عليك، فرصه على انهم يشوفها كتولي هي محط سخريه ويولي واحد كينتقدها بشكل رهيب جدا. كاين فرق ما بين الصراحه والوقاحه، فرق كبير، والصراحه عندها حدود. ياك في كتسال الصراحه اميمه، الصراحه كتسالي ملي غتولي انت غتجرح داك الانسان، غادي تادي داك الانسان، ولا غادي تسبب ليه في انه غادي يضرو خاطرو. كي الا بغينا نقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا، ملي انت كتدخل عند واحد وكت اوليو باش انك تشوزاب ما تكومونتيش، ما تخليش ليه كاع تعليق وتمشي دير شي حاجه اخرى، تكمل هذا كتشوف داك الشيء اللي باغي تشوفه انت في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كتدخل كتخلي لي كومونتير كتعيروا فيه غير حيت غلاد، ولا حيت ما ماشطش، ولا حيت لابس شي حاجه في شكل، ولا هذه وقاحه. نعم، لان زعما تي بوفي ايفيتي هادشي كامل وتمشي عادي. حنا لو ديفو ديال لا ماجوريتي، واحد الفئه كبيره من لي جون ماروكان ومن المغاربه عامه، هو ان ما كنحترموش الغير. بالنسبه لنا حياه الاخر كتاب مفتوح، قدر اي واحد، بما انك كتبوستي لي فوتو ديالك عندي الحق انني ندخل ونقول الفيك اللي بغيت، كتحط دي فيديو عندي الحق ندخل ونقول لك اللي بغيت. الوغ كو سي با سا، الناس كيشاركوا الصور ديالهم باش ما عرفتي انت تستافد شي حاجه اخرى، باش يعطوك امل، باش يعطوك ان ميساج. يعني ماشي كلشي. وواحد الحاجه اخرى كنلاحظ ان انسان مثلا اذا بوستا شي مثلا غي ان فواياج ديالو ولا شي حاجه، وانت كتعق علينا وانت هذا تبع داك لقيتي بالسفر، حنا كاع ما سافرنا، حنا خصنا نتعلموا اننا نبغيو بعضياتنا، نتقبلوا بعضياتنا كيف ما حنا. نعم وفاء، كيفاش ممكن نبغيو بعضياتنا باش نخرجوا من هذا السياق ديال السبان والمعايير؟ شنو ناقصنا حنا كمغاربه، كشباب مغاربه، على انه نبغيو بعضياتنا؟ ناقصنا ثقافة الحب، حيت ما حيت ولا عندنا الحب قلب نقاصة حتى لهاد الدرجة؟ لا ماشي قلب نقاص، ولا عندنا انك تعبر على انك تبغي شي حد ولا شي حاجة، ولا ربما شي حاجة بسيطة كتبغي ديرها في حياتك، رمز ولا مرادف لانك ضعيف تجاه هذيك الحاجة. فكنفتخروا باننا مثلا جرحنا ذاك السيد ولا ديك السيدة، ولا اننا حرجناه ولا قمعناه، في حين ملي كنعبروا على حبنا لشي حد فكنبانوا ناقصين، ما ضعفاء، ما حنان، ولا تحنين كلمه ولا تحنين كلمه عيبه. فهنا مشكل، هنا كاينه ثقافه كتنتشر، الثقافه ديال الكراهيه على حساب ثقافه الحب والسلام. نعم، وهذا داخل حتى في الكلام مزيون، ما بقيناش كنقولوا الكلام مزيون لبعضياتنا، وكنتسناو بعضياتنا في الدوره. وهذا الشيء اللي كيبان لك، يعني هذا الشيء اللي كيبان في مواقع التواصل الاجتماعي كهوده، بحال كنتسناك غير في الدور، كنتسناك غتغلط اولا كتمشي تغلط، غير خصك غير تعمل شي حاجه بعدا. ما تحتاجش تغلط، حيت كيف ما قالت اميمه قبيله، كيقول لك انه الحياه ديالنا ولات كساب مفتوح. ديجا هذا ولا اكسكيوز ليهم، كيقول لك ايوا انت علاش بوستيتي هذيك التصويره منين ما بغيتيش تسمع لها هاد الهضره؟ علاش انا داير مثلا انستغرام ولا فيسبوك ولا باش ندير دي فوتو، يعني باش نشارك هذوك اليوميات اللي انا بغيت مع اي واحد. انا صح، ما كنعجبكش ما تتبعنيش، ما كنعجبكش دوز مرور الكرام، كم من حاجه قضيناها بتركيها، دوز وصلت على النبي. زعما كتاك اسمحي واخا الاولى، انا كنكون زعما كونت شخصي، ماشي باج، ما دايرين ديك لا فوتو لا سبونسورينغ لا والو. يعني انا مبارطاجيها مع الناس اللي قراب ليا، اللي عندي في القائمه ديال الاصدقاء ديالي. يعني كيجي واحد ما خارج الريزو ديالي وكينصب راسو قاضي وكيبدا يحاكمني ويحطني في خانات معينه بدون معنى. نعم، واش متفقين على بعض المرات كنكونوا، سمحوا لي ما نقولوش عقليه
التعامل مع كيف غادي يبدا الاول غنمشيو معاها صوره معينه مع ام ديالك ممكن تكون الا كان التعليق الاول مزيان مشاو التعليق مزيانه الا كان التعليق عيان اجيد اجيد باش داكل داك الشيء داك الشيء غداكل داك الشيء اللي كياكلوا الطبل نهار العيد يعني هذا كتمشي الامور كنبنيو ماشي على داك الشيء اللي شفتو كنبني على هذاك شنو قال برافو راه اصلا هذا الشيء اللي ولا دابا حاليا بحال مثلا في الاول كانت غير على المشاهير هذا الشيء كان غير بالنسبه للفنانين وهذا هما اللي كنتي كتقدر انك تنتقدهم ولا هذا واخا حتى الانتقاد راه فيه كاين انتقاد اللي مسموح انك تكون يعني راه كاين لباقه ديال الانتقاد وكاين الانتقاد اللي همجي غير هكا غير حيت بغيت ننتقد انا باقي ما تصنتش مثلا الموسيقى ديالك ولا باقي ما شفتش الفيلم ديالك ولكن خاصني ندخل نكتب علاش لحقاش راه فلانه ولا فلان قبل مني كتبوا انه هذا الفيلم لا راه ما زوينش واخا انت عندك ما زوينش ولا انت عندك ما زوينش ولا انت عندك فيه حركات ماشي حتى لي ولكن بالنسبه لي انا نقدر الراي ديالي مخالف عليك دونك علاش خاصني هذيك عندنا واحد الظاهره ديال القطع اننا حنا ولينا غاديين في الاتجاه القطع نعم انك كيف بدا واحد مشيو معاه فوالا ومنين كتبغي تميز بالشخصيه ديالك نتايا بوحديتك كيهاجموك علاش حيت انت ماشي فحالهم خاصك سواء تكون فحالهم كيف ما بغاو يكونوا سواء نيجاتيف سواء بوزيتيف سواء كن اكيد انه لا غد لي الانتقادات غادي تكون على ظهرك صحيح واش كنهرسوا حنا الانسان الناجح في الفيسبوك ما كنهرسوش غير الانسان الناجح ما كنهرسوا كلشي لا حيت الفاشل هو مهرس من عند الله مسكين ما كنقولوا اوليو باش واحد ناجح كنشوفوا نموذج ناجح مبادرات مزيونه افكار مزيونه الوغ دابا اوليو باش داك الانسان الفاشل نعاونوه باش يولي ناجح والانسان الناجح نزيدو نكبروا به باش حتى هو يحمر الوجه للمغاربه كاملين حنا لا كنهرسوه واي واحد واصل مثلا شي بوست ولا شي مرا لي فام سورتو جو بارل دي فام سورتو في المغرب اي مرا واصله لشي بلاصه كلكم عارفين شنو الخانه اللي كيديروها فيها اللي كيودعوها فيها الا وصلت راه هي في التوجه هذا مشات لواحد الطريق ماشي قاريه مثقفه كافحات ناضله كينساو هادشي كامل وكيمشيو ديما هادرين على المراه اي ديما المراه او لا بلان توجور حتى تصويره لابسه فيها شي حاجه في شكل حتى تصويره اي حاجه حطاتها المراه ديما المراه كيتم الانتقاد ديالها وثاني كاينين وحدين اللي كيتجاوزوا انهم في لي كومونتير كيعيروا في الكومونتير دي فوا ما كتجاوبهمش ما كت انت كتاخذ الانيسياتيف ديال انك تخليه داوي ما بحال هضره دخلت منها وخرجت من هنا كيدخل عندك المساج وكيبدا عليك بالسبان انا بريفي دابا بريفي كتدخل عندك بريفي وكيبدا عليك ما شبعش زعما وماما كنحاول نفهم هذا الانسان هذا كيفاش كيفكر اوليو باش انت تطور من راسك وتحاول تولي انسان فعال في المجتمع ديالك وتزيد بالقدام بالمجتمع ديالك وما تبقاش حاضر الناس كتمشي كتقلب على شي واحد ما عندك ما تجلس قهوه ولا ما تجلس حتى فديك القهوه وتبقى اتاكي وهذا الشيء ما زوينش ولينا كنشوفوا غير النيجاتيفيتي فيسبوك اون لو بارطاج جامي داك الشيء الزوين قليل اللي كتلقى مبارطاجين شي حاجه زوينه اللي نقدروا نستافدوا منها لا ماجوريتي دي شوز اللي كنشوفوا في فيسبوك واللي ولات كتلعب دور عندها تاثير على النفسيه ديالنا غير الكوارث هذا دار هادي هذا قتل هذا ذبح هذا هادي هذا دار جريمه سي غراف زعما لوحاو بارطاجي يا مواطن لوحاو بارطاجي يا مواطن بارطاجي يا مواطن اوليو باش نلقاو حل اللي هو فعال باش اننا نخرجوا من هذا الشيء ونروجوا صوره زوينه على البلاد حيت فيسبوك راه بحر صحيح كلشي كيشوف اذا سمحتي لي انا وفاء كيفاش ممكن نعطيو الصوره مزيونه على البلاد نبداو بداك الشيء اللي سالت به اميمه هو بصح هاد الظاهره ديال التنمر وديال السلبيه اللي منتشره كتسيء لينا حنا كمغاربه حس مثلا انا الصباح دخلت لواحد الفيديو في واحد القناه معينه فيسبوك كيهضر على جواز السفر الفلسطيني وعلى مشكل الهويه فلقيت بلي بزاف ديال الناس من جنسيات مختلفه كيعلقوا بتعاليق ايجابيه وهذه حتى الوحدين مغاربه اللي لقيتهم كيسبوا زعما السفر في زعما موضوع بعيد زعما بعيد هو انا ما كنعممش ولكن هذا الشيء كيمثلنا بواحد الطريقه خايبه وكيخلينا نبانوا بحال
جاحدين في حق الوطن ديالنا. هو متفقين كاينين مشاكل زعما الاغلبيه عايشه حاله احباط حاله ياس نتيجه لسياسات معينه نتيجه الوضع قائم، ولكن هذا ما كيعنيش اننا نسيئوا الوطن ديالنا، حيت الوطن مفهوم اسمى من مجرد ظروف عيش، وهذه راه ثقافه راه انتماء راه تربيه كنت صغير ديك البيئه فين كبرتي داك الشيء كله هو الوطن، ماشي هو شنو عطاني هاد البلاد. شنو عطاتني هاد البلاد وانا تظلمت وانا هادي، وهادشي ما كيعنيش انك تبدا تسب في بلادك وانك تشوف في بلادك. نعم، والاسباب هدا شنو ممكن تينا ما نقولوش تباحيته في هذا الامر وما نقولوش صعب جدا حددوا الاسباب. ممكن تكون نفسيه، ممكن تكون ثقافيه، ممكن تكون اجتماعيه، ولكن في التعايش ديالك انت هنا في مواقع التواصل الاجتماعي لما ترد الاسباب اللي تخلي واحد ما كيعرفه ما كيعرفك يكون كيسب المقدسات كيسب الوطن وستاتي معين عادي جدا ممكن تعملوا مواطنه شابه عاديه جدا في حل هدى ويكون رد الفعل سلبي عفوا وداخل في اطار السبان والمعيار. وهشام كيف ما قلتي انا ماشي عالمة نفس ولا، ولكن بكثرة ما ولينا كنتعايشوا مع هذه الظاهرة هذه تقريبا راه ولينا كنا قادرين نحدوا شنو هما الاسباب. والاسباب كيف ما قلتي راه الاسباب الرئيسية اللي هي اسباب نفسية. عندنا واحد التناقض نفسي ديال انه كيفاش انا مثلا نقدر كتلقى بعض المرات صاحبتك داخلة فو كونت باش تنتقد وتلقاك وحنا مزيانين اختي والله الا مزيان للاسف فوالا ولا ديك احبيبه ديالي اللي حنا معروفين بها. نعم صحيح، يعني هادشي كيرجع لواحد النقص. انا عندي واحد النقص مثلا ما عرفتش، انا عندي واحد الغيره، عندي واحد النقص، عندي واحد الحاجه نفسيه بيني وبين راسي، دونك منين كنشوف الاخر واصله واخا هي ماشي شي حاجه مثلا غير الباك. حنا ديما نبقاو في الامثله الصغار، غير الباك مثلا في الوقيته ديال الباك كتلقى انه كلشي بالفرحه ديالو كيدخل كيتشارك الفرحه ديالو مع صحابو. صحيح، فوالا راني خديت الباك الحمد لله هادي ضروري ما كتلقى سيرتو في هاد العامين الاخرى ولاو هما قبل الليله ديال الباك شي وحدين كيقول لك ها هما عاوتاني صحاب الباك غيبداو مصدعين لينا راسنا براج ديكروشي مون باك. راه كيف وتتلقاه هو الا رجعتي الارشيف ديالو زعما بالتاكيد غادي تلقى حتى واش الاجواء ديال الباك حتى هو دار كومونتير ديال الكونكور اخذ الباك ديالو زعما شنو واش حلال عليك حرام علينا ما فهمتش. نعم يعني راه كيف ما انت هذيك الفرحه كيما السكيزوفرينيه في التعامل مع مجموعه من المواقف ومجموعه من المواقف هذه عوامل نفسيه هذه. نعم. يعني ما نحتاجوش اننا نكونوا علماء ولا هذه راه عوامل نفسيه. الفراغ مثلا يكون عنده دور خوسي كنظن بلي الفراغ غادي يكون عنده دور كبير، لان ما كنظنش بلي واحد عنده ما يدار عنده خدمه ولا عنده شي حاجه فاش يتلاها ياك غادي هادشي زعما يمكنش يكون خدام ومقابل هادشي ما يمكنش مستحيل. يعني غيكون هاد الانسان هذا سواء ما عنده ما يدار ولا مخصص وقت باش يدخل ويعير الناس او مريض حيت هو عنده ديك مريض نعم كريمه وهذا الشيء ماشي ولينا كنعيشوا في فيسبوك بزاف وفي مواقع التواصل الاجتماعي عامه بزاف، مي هذا الشيء راه كاين حتى في الزنقه. فاش كنكونوا في الزنقه كيتعرض ليه جو بونس كو كلشي يتعرض ليه، غير بغيتي تدخل مثلا شي ماغازان ولا ان تروك سيكوريتي اللي في الباب كيطلعك من التحت للفوق كيشوفك كي داير عاد باش يعرف كيفاش غيهضر معاك. صحيح، بنت غاده في الزنقه كيفاش لابسه؟ كنحكموا عليها كيفاش لابسه؟ عاد فيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما غاديش ياتاكيوك في الزنقه وكياتاكيوك، في الزنقه وكيحكموا عليك. عاد فيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما يحكموش عليك، هادشي راه جاي من ما قدرتش زعما نلقى الفكره اللي غادي نعبر بها اكزاكتومون على هادشي، مي بحال شي في الكوندكتور ديال شي حاجه. هادشي كنعيشوه من شحال هادي، ودابا بمواقع التواصل الاجتماعي انتشر بزاف وما بقيناش ما بقيناش قادرين نحبسوه حيت كلشي دابا كونيكتي. صحيح صحيح هدى ابغ نيس هاد النقطه مزيان اللي جبتها اميمه ديال مثلا انك كتبغي تمشي تاخذي شي حاجه ولا هادو كيفاش هذيك النظره ديال مثلا غير سيكوريتي كيفاش كيشوفك، وهذا ماشي احتقار للناس ديال الامن ولا هذا ولا لحقاش كل واحد مادام خارج خدام فتحيه كبيره تحيه لهم واحترام كلي لي، ولكن كيفاش كتشوف انه الشخصيه ديال هذاك الانسان يعني بغض النظر على الخدمه ديالو كيفاش دايره الشخصيه ديالو
كيفاش كتاثر على 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 واحد يعني كيفاش كتاثر على واحد الفتره المعيشيه ديال نقدر نقولوا ديال المغرب مثلا لحقاش اي حاجه فينا حنايا كمواطن راه كتمثل المغرب يعني مثلا حتى هذيك ابغ الهضره الزوينه اللي ما بقاتش كيف ما قلتي راه حتى الابتسامه ما بقاتش الابتسامه يعني ابغ الهضره ابتسم شي واحد قول له مالك عرفني فوالا ما ابتسمت لك زعما الابتسامه غير ابتسم لها في وجهك زعما تاخذ شي حاجه بحال هكا كتلقى بعد هذيك اللي كاينه في لاكيس ولا هذا مخنزره بحال هكا فوالا شحال عندك هذه هذيك حتى هذيك بسلامه ولاد ما كتردهاش راه هذه بحد ذاتها راه كتجرح صحيح انا يعني ابغ ما ماشي ما محتاجكش انك تجي تقول لي كلمه خايبه باش تجرحني راه غير الابتسامه ولا فوالا نعم غير الابتسامه ممكن تفتح خلينا نهضروا على موضوع المناقشه في مواقع التواصل الاجتماعي ولينا كنناقشوا المظهر وما كنناقشوش الجوهر البنات بزاف مثلا شفتو في انستغرام الا كنتو كتشوفوا حنا بنات كنعرفوا هادشي يعني كيفاش البنات ولاو كيهبطوا لواحد المستوى ديال انه باش يوصلوا لهذيك 100 لايك ولا 200 لايك ولا يعني كدير شي حوايج اللي بزاف على قبل 200 لايك يعني كتبع على قبل 200 لايك ما نقدروش نقولوا كتباع ولا ما فهمتي فوالا دونك فهمتي اي واحد حر في داكشي ديالو دونك هو ما قيسكش ما فاتش الحدود معاك هو حر يدير اللي بغى دونك هو ما كاين هذا اللي بغيت نوصل اللي ما فهمتيش اللي بغيت نوصل الفكره ديال انه كيفاش كتلقاي شي واحد اللي ما مقتنعش بشي حاجه الا هضرتي معاه هكا بلا العالم الفيرتوال الا هضرتي معاه غير بينك وبينه كتلقاي ما مقتنعش بواحد الحاجه ولكن او ميم طون كيجي يشجعها مثلا في السوشيال ميديا ولا كيتمثل بها واخا هو راه ما مقتنعش بها ولكن علاش كيدير هكا غير باش يرضي هذاك الجمهور ديالو اللي عنده في السوشيال ميديا اللي النص ديالو ما كيعرفوش هذه كترجع ثاني شخصيه الشخصيه ديال كل واحد ملي كتكون واحد شخصيته ضعيفه كيتجه لطرق اخرين باش يرضي الناس الاخرين وباش يبان انه عنده شخصيه قويه فوالا كاينين الناس اللي ما عندهمش مناعه ضد ديك الموجات ديال الانتقاد ولا ديال الصور النمطيه اللي كيرسمها لنا واحد المجتمع سواء فيسبوكي ولا المجتمع الواقعي هنايا باش ما نكونوش متحيزين فقط للنساء فكنلاحظوا حتى بعض المرات كيكون واحد ما عنده ما يدار كيبغي غير يضحك باش يجمع لي جيم كيبدا يقول احقى ولاد 2000 ولاد هذه فتا هذه كنحصروا واحد الفئه في واحد الصوره وكنردوها محط سخريه زعما اذا تلاقيتي ولد 2000 في الزنقه ما خصكش تاخذوه على محمل الجد حيت راه غير كنضحكوا به في فيسبوك نعم ميم 2000 كنهضروا 22 سنه اها نعم. بالنسبه للمثال اللي قالت هدى اللي يمكن ما فهمناهش مزيان هو انه كاينين الناس اللي باش يفيتاو داك الانتقادات كيوليو كيتبناو داك الفكر باش ديال المنتقدين سنعش في الاصل هو ما مقتنعش ولكن باش يلقى كيف بغاوني المنتقدين انا غنكون نعم هذه مساله واخا تتعرض للانتقاد ورغم ذلك تتعرض للانتقاد انتقاد كل كليقين تعطينا نموذج درتي خايب درتي زوين غادي ينتقدوك نعم صحيح ولكن هذا الشيء ما كي زعما ما غاديش ما خصناش نخليه حاجز لان الانسان ثم كبنات كشابات تبارك الله كيبان فيكم التفاؤل يبان تشوفوا الامور بواحد النوع من التفاؤل رغم اننا فقدنا التفاؤل للاسف راه نادرا ما كتلقى شخص متفائل ما فهمناش علاش عاود داخل في اطار الواحد خصو بزاف د الحوايج ضربه واحده خصو واحد الموضوع واحد اخر اكيد غيكون عندنا في احدى الحلقات نهضروا عليه اكيد انه كاين حل انا كندوي عليا انا عندي كونت مع هاد الناس كيف غنتعاملوا مع هاد الناس عندي كونت في انستغرام عندي كونت فيسبوك ولكن جو سي كومون جيري مون كونت انستغرام مون كونت فيسبوك اي انسان تعامل معايا بطريقه خايبه دوا معايا بطريقه خايبه جلو بلوك حيت ما عندي ما ندير به وكاينه واحد الحاجه اخرى ديال انه جو نيغليش طونك انا مقتنعه بداكشي اللي كندير وعندي ما برانسيب وغادا عليهم وعارفه راسي شنو كندير ومتيقنه 100% بلي هذاك هو لو ستيل دو في اللي باغاه واللي حتى واحد ما غادي يبدلو اللي بغى يقول شي حاجه مساله اقتناع اللي بغى يقول شي حاجه يقولها طونك انا مقتنعه براسي 100% حتى شي واحد ما غادي يزعزع داك القناعه ديالي وحتى شي واحد يقدر يبقى يكتب ويقول اللي بغى يقول غنخسر عليه بلوكي با بلوس
متفقه معك اميمه، ولكن هنا كنهضروا على انسانه كتدقق شحال الواحد، كنهضروا على انسانه ناضجه كتعيا تصبر انسانه ناضجه عارفه شنو كدير، قادره انها تقبل الانتقاد. في حين زعما راه كاينين مراهقين واطفال دابا ولاو كيستعملوا هاد وسائل التواصل الاجتماعي، واللي زعما داك الانتقادات وداك التنمر يقدر يوصلهم كما نشرتوا قبيله الاكتئاب الانتحار. فهذه نجمه يعني معروفه كيفاش ممكن انها عندها الظروف، عندها ثقافه الاضواء، عندها ثقافه الشهره، عندها ثقافه التعامل مع المعجبات والمعجبين، ورغم ذلك الهضره الناس كانت قاصحه عليها، خدات واحد القرار في حق نفسها اللي هو قرار خطير. هنا كنظن الحل زعما اللي ممكن انا نطرحه، خاصه ما انا لست اهلا انني نطرح حلول، هو انه داك السيد قبل ما يكتب داك الكومونتير يجلس مع راسو. بعد مرات كتلقاه ماشي كيكتبو، راه ديجا عنده واجد وكيدير له غير كوبي كولي، يعني هو داخل يتحارب. واجد هذا عندي واجد لي ما هضرش عقلي عليه. تماما. فهمتني زعما قبل ما تكتب داك الكومونتير جلس مع راسك وقول انا شنو الاضافه اللي غندير بهذا الكومونتير، شنو هما زعما النتائج اللي يقدروا يخرجوا زعما يترتبوا عليه. كيسكو جو في شونجي، شنو غنبدل؟ الا كنت غادي ندوي غير هكاك وما غنبدل والو، فو ميو نسكت. نورمالمون دابا هي كان مشكله، شفتيني انا مشكله، اعطينا الحل، انت هو خصك تكون الحل، جزء من الحل ماشي جزء من المشكله. فوالا خصنا كنت انا مشكله والكريتيك ديالك السبان والمعيور ديالك ولا واحد جزء من المشكله، ونورمالمون يعني في التعليق، في تعليق معينه ولا في التعامل ديالك مع صوره معينه ديالي او ستاتيو عملته خصك تكون وكانك جزء من الحل وليس جزء من المشكل. عندي اخر فكره بغيت نوصلها، هو انه كاملين عايشين في المغرب ومشي كاملين في المغرب، كاملين عايشين في المغرب، زعما حنا كاملين مجموعين، انا الصلاه على النبي حنا مجموعين كاملين عايشين في المغرب وكاملين عارفين المشاكل اللي كيعاني منها المغرب واللي كيعانيو منها الشباب. وكنا كندوي على راسي انا من حي شعبي، ويعني وقريبه عارفه المشاكل وعارفه كل شيء، ولكن كنحاول انني انا ندور راسي بطاقه ايجابيه، ما نبقاش نشوف غير لو كوتي نيجاتيف دي شوز، حيت راه عمري ما غادي نزيد لقدام. بما انني كنبقى نفكر غير في الحاجه الخايبه، ولا وشوف هادوك واصلين وهادوك راه هذاك باباه لاباس علي هذاك، لا انا غنحاول نديفلوبي راسي ونزيد القدام ونبقى ديما نفكر بايجابيه حتى نوصل داك الشيء اللي بغيت. والمغرب خصو ايجابيه، خصو بنادم اللي يبدا شويه يهدر على هاد الايجابيه ويحاول انه يخلق افكار يبدا يشتغل يخدم الشغل، حيت لا جونيس هي اللي غدير هاد الشيء. صحيح. سي لي جون ما ياخذوش مبادره انهم يديروا بحال هاد الشيء، راه زعما لو ماروك نو فا جامي افونسي. صحيح. انا المبادره الشباب اللي خصهم ياخذوها، صح في الاوضاع كيفاش، عارفين ظروف البطاله، عارفين ظروف العطاله، عارفين الله يكون في العون مجموعه من الناس الشباب باغا تخدم وما لقاتش فين تخدم، هذا واحد المشكل ما يكون سبب. عاشوا خواتاتنا وعاشوا الاباء ديالنا ربما في نفس الظروف، ربما أسوأ من الظروف، ولكن كانوا متفائلين وقدروا يتطوروا وقدروا حافز. حافز نعم. واش باقيك حافز في المواقع التواصل الاجتماعي ولا ما بقى حتى شي حاجه كتحفزنا؟ لا زعما الا جينا نهضروا على موتيفاسيون بوزيتيف هذه ما بقاتش. والسلبيه والكاس الخاوي ماشي نص الكاس العامر، ورده يا لا الشوك الذي فيها وماشي يا لا رائحتها الجميله زعما. فوالا سيرتو الا بدينا كنهضروا مثلا على كيفاش هذا الشيء خاصو يتبدل، فبالنسبه لي انايا كاين جوج ديال النقاط اساسيين باش هذا الشيء يتبدل. قول لي الاولى. الاولى وهو اننا نبداو من راسنا، كيف ما قالت وفاء واميمه، خاصنا نبداو من راسنا. دونك كيفاش انا مثلا ما غاديش كتفكر قبل ما تعمل واحد التعليق معين، فوالا يعني كتبدا من راسك، شنو تقدم انت اصلا. فوالا يعني مثلا انا الا مشيت كومونتيت مثلا سوا الوفاء سوا الاميمه خايب، واش انا غنتقبل هذاك الكومونتير الا جاني منهم؟ ما غنتقبلوش. صحيح. واخا كاين فينا اللي كيقول نو انا يا صريح كيف ما قلنا قبيله، انا صريح، واخا راه كاين باقه ديال الصراحه. فوالا انا صريح، اللي بغى يقول لي شي حاجه يقول لي غادي نتقبلها، لا ما غاديش نتحدى اي واحد اللي يقول نتقبل اي حاجه حيت ما كيتقبلوهاش. يقدر يتقبلها هكا في لي كومونتير قدام كلشي، زعما انا راني كول ما عندي غرض فيش هادي، ولكن في البريفي حاجه اخرى. غادي تشوف واحد الحساب واحد هذاك يتعسل هو الاخر، فهمت؟ فوالا دونك تخليتيني وانا باش نعسلك من بعد. فوالا يعني التغيير كيبدا من عندنا حنا، ما نتسناش انا الواحد يجي يتبدل باش انا نتبدل، مع لا نبدل راسي انا الاولى. سي فغي راه كنا شباب، راه حتى حنايا في لاج ديال الخدمه، وحتى حنا عندنا هاد المعاناه ديال الخدمه، وحتى حنا باغيين
حتى حنا كنتمثلوا مثلا بلاميريك هي النموذج ديما عندنا، حتى حنا باغيين نكونوا فحالهم، ولكن واش هذوك الناس كيشوفونا حنايا وكيقولوا حتى حنا بغينا نكونوا فحالهم؟ لا، راه كيشوفوا ريوسهم هما. صحيح. كيقولوا انا شنو بغيت نكون غدا، انا شنو بغيت نعطي لهاد البلاد، ماشي هاد البلاد شنو بغات تعطيني، انا ما نتسناش البلاد تعطيني، انا نخدم على راسي ونعطي سواء في هاد البلاد سواء برا البلاد، المهم نخدم نعطي راسي انا الاولى. راه الا ما بغيتيش انت راسك حتى حد ما غيبغي. صحيح، المشكل ما بقيناش كنبغيو حتى راسنا. راه الا ما كنتيش كتعرف تبغي كيف ما ذكرتي نيت انت قبيله ديال ثقافه الحب، كيفاش انت ما كتعرفش تبغي راسك؟ كيفاش غادي تبغي شي حد اخر؟ ولا ما يمكنش. صحيح، ما يمكنش. صحيح. وفي نظري حتى واحد الحاجه اللي ما كنديروهاش حنا كاملين تقريبا هي انه كنعطيو وقت للعائله، الفيسبوك، لكل شيء، ولكن ما كنعطيوش وقت راسنا ونجلسوا مع راسنا ونحاولوا نفهموا راسنا او تقييم الذات ديالنا. نعرف راسي انا شنو، انا درت داك التصرف وانا عارفه خايب، ولكن بيني وبين الناس كنقول راه مزيان، وانا زعما حشمتو ولا حرجتو ولا سكتو، ولكن بيني وبين راسي انا عارف داك التصرف خايب، عارف راسي ادي داك السيد، فنجلس ونقول علاش انا كندير هكا، واش هذه الطريقه الوحيده باش كنثبت راسي؟ نكونوا صرحاء في الاجابه مع راسنا، هذا نعم اهم حاجه. نعم. غير واحد الحاجه بحال فواحد الترول كان قالوا على انه المغرب كله محتاج لطبيب نفساني. بالنسبه لي انا المغرب ما محتاجش لطبيب نفساني. علاش؟ حيت الطبيب النفساني في داخل كل شخص، راه غير قدام مرايه تقدر تهضر بينك وبين راسك، وكيف ما قالت وفاء نبدا بالراسي، علاش انا درت هكاك، علاش، شنو الاحساس اللي خلاني نحس من بعد ما تنمرت على شي واحد، ولا من بعد ما كومونتيت على شي كومونتير خايب. راه هكا اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، راه غير بينك وبين راسك، بلا ما تحتاج تحط 200 درهم عند طبيب نفساني باش، ولا بون شحال هذا يعني اونت كيومي، باش نداوي راسي. راه غير انطلاقا من راسك تقدر تداوي راسك. ودغيا دغيا النقطه الثانيه، وهو خاص يكون هذاك الشرطه الالكترونيه ضروري التدخل. بحال مثلا في لاميريك رجع لها كنموذج في 2014، من الخريف ديال 2014 حتى الربيع ديال 2014 كانت النسبة ديال الفيسبوك كانت ديال 75%، اللي كان ديال المراهقين من 17 عام حتى 25 عام، كانت الفئة كبيرة ديال اللي كتتابع الفيسبوك. من الخريف ديال 2014 حتى الربيع ديال 2014 قلت النسبة، قلت بواحد الشكل وصلت ل 45، يعني من 75% حتى 45%، وهذا الشيء كلشي بسبب فوالا النص، وهذا الشيء كلشي بسبب شنو؟ بسبب هذوك كانت واحد الارتفاع ديال نسبة الانتحار على قبل التنمر الالكتروني. نعم. وهنا دخلوا التنمر، غنذكروا انه هو الاساءه والسخريه، كتسخر مني وانا ما كنعرفكش، يسبب لي بعض المشاكل النفسيه، نتازم مع راسي، ممكن ناخذ واحد القرار صعيب بزاف في الحياه ديالي، ونجبر انه ضحيه حاجه بارطاجيتها مع ناس مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ربما الناس ما قدروهاش، الا ما فهمتيهاش على الاقل خليها وسير. باش ذكرتيها وذكرتيكيها كما كنقولوا، ولا واحد النوع من السخريه، وهذيك اكيد يكون عنده شحال ما صبرتي اكيد يكون عندها واحد التاثير سيء على النفسيه ديال الانسان، لان حبيبنا مكارينا احنا بشر، يعني كنوصلوا لواحد ما كتبقاش عندنا واحد الطاقه التحمل اكثر من القياس ديالها، في واحد اللحظه راه كنفجروا ولا كنضعفوا، كنفجروا نقولوا شنو، ولا كنضعفوا واحد الضعف ممكن انه يؤدي بنا نتائج خطيره جدا. بغيت نشير حتى لواحد النقطه اخرى، هي انه هذه الظاهره خصنا نتعاملوا معها بجديه، سواء ك هذا ناس ديال الاعلام، سواء كمؤسسات، كمجتمع مدني، حيت التربيه لا حتى التربيه، حتى الاباء خصهم تحسيس بعدا هما يوعاو بانه كاين الاباء ولهم تعلموا ولادهم ما تسبوش حتى في المدارس، حتى في المدارس. نعم، مدرسه. نعم. حيت ما دابا حنا لحد الساعه باقيين الاغلبيه كيعتبروا فيسبوك بلاصه ديال التفليه، يعني كيفرقوه على الواقع، في حين راه داك الشخص اللي داخل بحساب راه داك الشيء كيمسو في شخصه ماشي في حسابه، يعني غيأذي هو وغادي يأذينا هو في المقابل، فخصنا نتعاملوا بجديه مع الموضوع. ولكن نتعاملوا بجديه مع الموضوع، التربيه مساله مهمه ومهمه. بغيت غير هاد الفكره ديال فيسبوك، في الاول كان الناس كيدخلوا الفيسبوك على ود غرض ترفيه والمتعه، دابا لا، بنادم ولا كيدخل كتكون كتهضر معاه شكون، كندخل نتقدا شي اخبار وشي تبرقيقات، دونك بدلوا الهدف، بحال الهدف من فيسبوك اكزاكتومون، بدلوا الوظيفه ديال فيسبوك لحوايج اخرين، من مناقشه الافكار، نبارطاجي معاك الامور المزيونه، ولينا لا ندخل نسيدك في الدوره كيف ما كنقولوا، باش غتغلط ولو هيدا، انا نقول لك انني زعما كان ملاك لا اخطئ. وهنايا نختموا باستحضار ذاك المعلمه ولا الاستاذه اللي قالت
اللي عملت واحد العمليه حسابيه في الصبوره، عملت 1 زائد 1 تساوي 3، 2 زائد 2 4، 4 زائد 4 8، 8 زائد 8 16، 16 زائد 16 32 وصلتنا تقريبا. عملت واحد 10 العمليات، بقاو التلامذ كيضحكوا، قالت لهم مالكم كتضحكوا؟ قالوا الاستاذه 1 زائد 1 راه 2 ماشي 3. قالت لهم تسعود الامور عندي صحيحه، ما هضرتوش عليها، هضرتوا على مساله واحده خطيره، مساله واحده خاطئه الا بغينا نقولوا راه مقصوده منها، وكاننا كنحظيو غير الاخطاء بعضياتنا، ولكن ما كننتبهوش على كاينه امور مزيونه كنعملوها، ولكن ما كنلقاوش فيها التشجيع، ما كنلقاوش فيها التحفيز، وما كنلقاوش فيها ولو كلمه الشكر، لان ربما تكون في خدمه المجتمع. شكرا خوتي، شكرا هدى، شكرا وفاء، وشكرا أميمة. شرفتونا اليوم في صالون لالا بليس. إذا مشاهدينا نتمنى تكونوا خديتوا معنا حلقة ممتعة، حاولنا نتقربوا من هذا الموضوع فرض نفسه، صح ما درناش على مجموعة من النقاط لأن الموضوع كيبقى شائك، عنده الاختصاص ربما علماء النفس، ربما مهتمين ما هو تكنولوجي و ولكن اللي أكيد هو أنه لابد من مراجعة الذات، نحاولوا نبغيو بعضياتنا، لأنه هذا الشيء هذا ما ممكن تفاداو إلا بالحب والاحترام والسلام كذلك. كنشكروا كل الطاقم اللي صور هذه الحلقة، كل واحد باسمه. هذا هشام كيحييكم، في أمان الله.